أحيانا بتسمع صوت داخلك كما لو كان هناك شخص يتحدث إليك؟ هل حصل أبدا أنك حبيت تصحى بدري عشان تنهي تقرير أو تعمل شيء مهم وسمعت بداخلك صوتين، واحد بيقولك قوم اصحى والتاني بيقولك قد ايه الدنيا برد بره وانك هترتاح وتتدفى لو فضلت في السرير؟ يا ترى اي الصوتين كسب؟ هل تذكر مره كان مفروض تروح تمرينك الرياضي ولكن سمعت الصوت بيقولك خليك في البيت واتفرج على التلفزيون وكل حتتين كنافه وبقلاوه؟ خليني اسالك سؤال تاني، هل بتكلم نفسك؟ كلنا كائنات تتكلم وتفكر، ده عمره ما هينتهي طول ما احنا عايشين. هل بتكلم نفسك بصوت عالي؟ تخيل انك كنت في مناقشه حاده مع رئيسك في العمل وبتقول لنفسك ده غبي، انا بكره الشخص ده. ايه اللي ممكن تعمله لو شخص ركز نظره عليك وانت بتكلم نفسك بصوت عالي؟ الشخص هيفتكر انك مجنون. ربما تكون مريت بتجربه سلبيه سببت لك احساس سيء، ومن وقت للتاني تسمع صوت يفكرك بالتجربه دي ويعيد لك نفس الاحساس السيء. او ايه رايك في شيء لسه ما حصلش رغم انه هيحصل في المستقبل اللي انك بتفكر فيه وتشعر بديك مقدما؟ ليه هننتظر؟ أشعر بالهم من دلوقت. لو في بداية الأسبوع رئيسك طلب منك أنك تقابله في مكتبه في يوم الخميس الساعة 9 صباحا، إيه هيمر بتفكيرك؟ طبعا هتسأل نفسك ليه عايز يقابلني؟ عايز مني إيه؟ إيه الغلط اللي عملته؟ هل هتفصل من العمل؟ وتتوقع السلبيات، صح؟ هل ممكن يمر في تفكيرك بدل السلبيات دي يا ترى العلاوة بتاعتي هتكون كام؟ أشك في كده طبعا. بل ممكن حتى أنك ترجع لبيتك وتحكي لزوجتك كلام رئيسك وبالتالي يسبب لكم مضايقات انتم الاثنين. يا ترى هتشعر بايه في بدايه الاسبوع؟ معنويا مرتفع ولا منخفض؟ وفي اليوم الثاني واللي بعده طبعا منخفض، صح؟ واخيرا تيجي لنهايه الاسبوع وانت منتظر مصيبه ويقابلك رئيسك بابتسامه عريضه ويسلم عليك ويقول لك كل سنه وانت طيب، حبيت اكون اول واحد يهنيك بعيد ميلادك النهارده. وعلى كده شلت هم الدنيا والقلق والاحاسيس السلبيه مقدما بدون داعي. في كتاب كيف توقف القلق والاحاسيس السلبيه قال ديل كارنيجي اكثر من 93% من الاحداث اللي نعتقد انها هتسبب احساسات سلبيه لن تحدث ابدا، و7% او اقل لا يمكن التحكم فيه زي الجو او الموت مثلا. كطبيعه البشر كتير بنكلم نفسنا ونتوقع السلبيات. فعام 1983 أجرت إحدى الجامعات في كاليفورنيا دراسة عن التحدث مع الذات وتوصلت إن أكتر من 80% من اللي بنقوله لنفسنا سلبي ويعمل ضد مصلحتنا. تخيل 80%! دلوقتي هكلفك بحاجة تعملها، لما تنهمك في التفكير وقف واكتب اللي تفكر فيه. هتندهش بكمية الطاقة الضايعة في القلق والسلبيات اللي حملت بيها تفكيرك. عندي مفاجأة تانية لك، لم يجد البحث أن 80% من التحدث مع الذات تكون سلبية، ولكن أيضا تسبب أكثر من 75% من الأمراض بما فيها ضغط الدم، القرحة والنوبات القلبية. يعني بكامل إرادتك بتكلم نفسك وتفكر بطريقة سلبية وتهوس نفسك وتمرض كمان، مش محتاج مساعدة من حد. كتب الدكتور وين داير في كتابه الحكمة في حياتنا اليومية، ما يفكر فيه الناس ويتحدثون عنه يتزايد ويصبح أفعال. يا ترى بيجي منين التحدث مع الذات؟ إزاي ممكن نتحكم فيه؟ وإزاي نجعله يعمل لمصلحتنا بدل ما يعمل ضدنا؟ ده موضوعنا دلوقتي. التحدث مع الذات يأتي من 5 مصادر رئيسية. المصدر الأول من الوالدين. هل تذكر سماع أشياء زي أنت كسلان، أنت عمرك ما تعمل حاجة صح أبدا، أنت آخر بهدلة، أنت طالع زي أبوك كسلان وغبي؟ لو انت زي اغلبنا فانا عندي لك مفاجاه. دكتور شيت هيلمستيتر قال في كتابه ماذا تقول عندما تحدث نفسك انه في خلال ال 18 سنه الاولى في عمرنا على فرض نشاتنا في عيله ايجابيه لحد معقول، يبقى اتقال لك اكتر من 148 الف مره لا او ما تعملش كده. تصور 148 الف مره! تعرف كم رساله ايجابيه وصلتنا في خلال نفس الفتره؟ لما بسأل السؤال ده في محاضراتي الإجابة عادة بتكون 5000 أو 50000 أو 200000، ولكن تبعا للدكتور هيلمستيتر كأطفال اتقالينا أيوة ممكن، والرسائل الإيجابية الأخرى لا تتجاوز 400 مرة. طبعا ده لا يعني إن أهلينا سيئين، ولكن للأسف ما كانوش يعرفوا طريقة أحسن. هما كمان كانوا متربيين ومتبرمجين على كده بواسطة أهليهم وربونا على نفس المنوال، يعني برمجونا سلبيا بدون قصد ولكن مع حب. في كتابهم خط الحياة
قال الدكتور تاد جيمس وايت ووتسمول، لما نوصل سن 7 سنين تكون أكتر من 90% من قيامنا تخزنت في عقلنا، ولما نوصل سن 21 تكون كل قيامنا اكتملت واستقرت في عقلنا، وبالطريقة دي نكون نشأنا مبرمجين بطريقة سلبية أو إيجابية. المصدر الثاني للتحدث مع الذات أو البرمجة الذاتية هو المدرسة. ارجع بذاكرتك لما كنت تلميذ في المدرسة، ما فهمتش حاجة معينة المدرس كان بيشرحها ورفعت ايدك تسأل سؤال توضيحي والمدرس قال لك هو انت عمرك ما تفهم حاجة ابدا، وطبعا بقى الفصل ضحك عليك. لو كنت زي معظمنا كده يبقى انت تعرضت لمواقف سلبية متشابهة. المدرسة هي تاني مصدر رئيسي للبرمجة الذاتية. المصدر الثالث للتحدث مع الذات او البرمجة الذاتية هو الاصدقاء. الاصدقاء بيأثروا على بعض بطريقة جوهرية، بيأثروا على بعض لتجربة التدخين، الشرب، المخدرات، الهروب من المدرسة الى اخره. في الواقع أغلبية المدخنين انجذبوا للتدخين بتأثير أشخاص آخرين لما كان عمرهم ما بين 8 ل 15 سنة، وهو العمر الذي يسميه علماء النفس فترة الاقتداء بالآخرين، لما الأطفال يبدأوا في تقليد سلوك الآخرين. بنتي نانسي مثلا اشترت جزمة رياضة كان نفسها فيها من زمان وكانت سعيدة جدا بالحصول عليها. تاني يوم رجعت من المدرسة تقول لي عايز أرجع الجزمة دي، فأنا سألتها إيه السبب، قالت إن واحدة من صحباتها قالت لها شكلهم مضحك. الموقف ده خلاني أسأل نفسي إيه تاني ممكن يأثروا عليها فيه. المصدر الرابع للتحدث مع الذات أو البرمجة الذاتية هو الإعلام. في دراسة عملت في أمريكا عن الشباب وإزاي بيقضوا وقتهم، وجدوا إن الشباب في سن النمو يقضوا حوالي 39 ساعة أسبوعيا أمام التلفزيون، وإذا رأى الطفل إن مطربه أو الممثل المفضل عنده يتصرف بطريقة معينة هيقلده حتى ولو كان السلوك سلبي. أديك مثال، مغنية عالمية مشهورة كانت بتغني في حفلة وهي لابسة بلوزة قصيرة كاشفة بطنها. تعرف كانت النتيجة إيه؟ البلوزة دي أصبحت موضة بين الشباب. المصدر الخامس والأخير للتحدث مع الذات أو البرمجة الذاتية هو أنت. أنت جمعت حصيلة كافية من معلومات من المصادر الأربعة السابقة، ودلوقت بتضيفهم على برمجتك الذاتية. أدي لك مثال، في إحدى محاضراتي عن السيادة الكاملة قالت لي واحدة من الموجودين أهلي عمرهم ما حبوني ولا حضنوني، ما كانوش عايزيني. في المدرسة شعرت أني منبوذة من الجميع، لقيت نفسي وحيدة، فبدأت أكل بنهم وشراهة. الأكل كان ملذاتي ومهربي في نفس الوقت، لكن هذه المتعة تسببت في زيادة فظيعة في وزني. الأطفال كانوا بينادوني أشوال البطاطس. دلوقتي أنا عندي 38 سنة وما زلت حاسة أني وحيدة وما زال وزني فظيع. فحضرت المحاضرة دي على أمل أني أجد مخرج من همومي. ده مثال لمدى تأثر البرمجة الذاتية. البرمجة الذاتية والتحدث مع النفس ممكن تجعل منك إنسان سعيد ناجح يحقق أحلامه، أو تعيس وحيد يائس من الحياة. يقول الدكتور هيلمستيتر أن ما تضعه في ذهنك سواء سلبي أو إيجابي ستجنيه في النهاية. دلوقتي نتكلم على 3 مستويات الرئيسية للتحدث مع الذات. المستوى الأول للتحدث مع الذات بسميه الإرهابي الداخلي. الإرهاب الداخلي هو أخطر مستويات التحدث مع الذات. ممكن يخليك فقد الأمل وشعرك بعدم الكفاءة، ويكون لك حواجز تمنعك من أنك تحقق أهدافك. الإرهاب الداخلي بيبعت إشارات كالتالي: أنا خجول، أنا ضعيف، أنا ذاكرتي ضعيفة جدا، أنا ما أقدرش أنزل وزني، حاولت وما قدرتش، أنا ما أقدرش بطل تدخين، حاولت كتير ولكن فشلت، أنا ما أقدرش أصحى الصبح بدري، أنا ما أقدرش أتكلم قدام الجمهور، أنا شكلي غير جذاب. الناس بتبعت إشارات سلبية للعقل الباطن وتفضل ترددها لغاية ما تبقى جزء من اعتقاداتها القوية، وبالتالي تؤثر على تصرفاتهم وأحاسيسهم الخاصة بهم وبالعالم حولهم. المستوى الثاني للتحدث مع الذات هو كلمة ولكن السلبية. هذا المستوى من التحدث مع الذات أفضل من المستوى الأول. الإنسان بيقول إنه يرغب في التغيير ويضيف كلمة ولكن، وللأسف كلمة ولكن بتمحي الإشارات الإيجابية اللي سبقتها. مثلا أنا عايز أنزل وزني ولكن مش قادر، أنا عايز أبطل التدخين ولكن خايف وزني يزيد، أنا أقدر أصحى بدري ولكن ما بحبش كده. الآن إذا قلت لك إنك ممتاز ولكن، يا ترى إيه اللي هيدور في تفكيرك؟ كلمة ولكن بتمحي دايما كل اللي قبلها، وعلى ذلك الرسالة اللي هيحتفظ بها العقل الباطن هي أنا ما أقدرش،
كلمة ولكن بيستعملوها الناس اللي بيهربوا من اتخاذ قرار فعال. وراء كلمة ولكن وكلمة أنا ما أقدرش هناك خوف بيمنع الشخص من الوصول لهدفه. المستوى الثالث والأخير للتحدث مع الذات هو التقبل الإيجابي. هذا المستوى من التحدث مع الذات هو أقوى المستويات بمراحل، وأيضا يكون مصدر للقوة وعلامة للثقة بالنفس والتقدير الشخصي السليم. الشخص بيثق في قدرته على النجاح ويؤمن بإمكانية تحقيق أحلامه. أمثلة من التقبل الإيجابي: أنا أقدر أبطل تدخين، أنا أقدر أحقق أهدافي، أنا قوي وعندي مقدرة كبيرة، أنا إنسان ممتاز، أنا ذاكرتي قوية. هذه رسائل إيجابية بتدعم خطواتنا بالحماس والثقة تجاه أهدافنا لغاية ما نحققها. لغاية دلوقتي اتكلمنا على المصادر الرئيسية الخمسة للبرمجة الشخصية والمستويات الثلاثة للتحدث مع الذات. دلوقتي أقدم لك الأنواع الثلاثة للتحدث مع الذات. أول نوع للتحدث مع الذات هو الفكر. هذا النوع من التحدث مع الذات يشمل التحدث مع الذات والتفكير مع الذات، وهو ذو قوة شديدة وممكن يسبب أذى خطير. مثلا فكر في شخص ما بتحبهوش، فكر في موقف معين كان الشخص ده طرف فيه، اسمع بتقول إيه لنفسك ولاحظ هتشعر بإيه. هذا النوع من التحدث مع الذات ممكن يؤدي إلى الاكتئاب ويؤثر على صحتك البدنية ويحرمك من المتعة في جميع مجالات الحياة. في كتاب فكر واغتني قال نابوليون هيل: الأفكار لها قوة كبيرة. وكتب فرانك أوتلا: راقب أفكارك لأنها ستصبح كلمات، راقب كلماتك لأنها ستصبح أفعال، راقب أفعالك لأنها ستصبح عادات، راقب عاداتك لأنهم سيصبحوا طباعة، راقب طباعك لأنها ستحدد مصيرك. تاني نوع من التحدث مع الذات هو الحوار مع النفس. هل حصل إنك دخلت في جدال مع شخص وبعد ما مشي دار في تفكيرك كل شريط الجدال تاني؟ هتكون قمت بالدورين وكان عندك ندائين داخليين، نداء يمثلك ونداء يمثل الشخص التاني، وفضلت تعيد الشريط عدة مرات مع إضافة عبارات كنت تحب تقولها، زي مثلا المرة الجاية خلي بالك انت بتكلم مين، وكون الرد طيب انا آسف، وانت تقول للأسف مش كفاية، وتفضل على المنوال ده وما تخلص لغاية لما تجن نفسك. هذا النوع من التحدث مع الذات يولد أحاسيس وقوة سلبية. النوع الثالث للتحدث مع الذات هو التعبير بصراحة والجهر بالقول. النوع ده له شكلين. الشكل الأول هو التحدث مع النفس بصوت عالي. عمرك ما شفت شخص ماشي يكلم نفسه بصوت عالي؟ مرة كنت في فندق بدي فيه محاضرة، شفت واحد ماشي يكلم نفسه بصوت عالي ويشوح بإيده ويسب ويلعن، بمجرد ما شافني ببصله بطل ومشي بعيد. أحيانا لما يكون الشخص تحت ضغط غير عادي بيلجأ لا شعوريا للتنفيس عن نفسه بهذه الطريقة. للأسف الطريقة دي لا تفيد، بل بالعكس تضر، لأنها ممكن ترفع ضغط الدم وتنتج طاقة سلبية ضخمة. الشكل الثاني ممكن يكون على هيئة محادثة توحي بعدم الكفاءة. خليني أدي لك مثال. كان محدد أن أعطي محاضرة في فندق كوين إليزابيث في مونتريال، وفي الطرقة سمعت اتنين بيتكلموا، واحدة بتقول للتانية: أنا عندي خوف رهيب من الكلام قدام الجمهور، أنا مش عارفة الناس بتقدر تعمل كده إزاي، بتقف قدامهم وتضحكهم عليك. ردت عليها التانية: عندك حق طبعا، أنا عمري ما هتكلم قدام الجمهور. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. الأولى قالت عن نفسها أشياء سلبية ووضعت نفسها فخ هي خلقته، ومش بس أكدت إحساسها بعدم الكفاءة، ولكن شجعت زميلتها إنها تحس بنفس الشيء. البرمجة الذاتية بالطريقة دي اللي تحتوي على تكرار العبارات السلبية للنفس بالإضافة إلى تقبل عبارات سلبية من الآخرين بتكون ضارة للغاية وتسبب أحاسيس سلبية هدامة تقلل من أداء أدوارك في جميع مجالات الحياة. من الممكن المرور بكل الأنواع الثلاثة من التحدث مع الذات يوميا عن طريق برمجة أو إعادة برمجة عقلنا بإشارات سلبية للغاية، فتستقر وترسخ بعمق في عقلنا الباطن وتصبح عادات. وبهذا الخصوص قال العالم الألماني جوتا: أشر الأضرار اللي ممكن تصيب الإنسان هو ظنه السيء بنفسه. لحسن الحظ أنت وأنا وأي شخص في استطاعتنا التصرف تجاه التحدث مع الذات اللي بيسبب البرمجة السلبية، في استطاعتنا تغيير أي برمجة سلبية ونحل محلها برمجة أخرى جديدة إيجابية تزودنا بالقوة لسبب بسيط،
وإننا متحكمين في أفكارنا، إحنا الملكين لعقولنا، وعلى ذلك ممكن نغير فيها حسب رغبتنا. قال إرنست هولمز في كتابه النظريات الأساسية لعلم العقل: أفكاري تتحكم في خبراتي وفي استطاعاتي توجيه أفكاري. وفي كتابها العودة للحب قالت ماريان ويليامسون: في استطاعتنا في كل لحظة تغيير ماضينا ومستقبلنا بإعادة برمجة حاضرنا. وفي علم البرمجة اللغوية العصبية هناك مبدأ يقول: أنا مسؤول عن عقلي، إذن أنا مسؤول عن نتائج أفعالي. من حقك وفي استطاعتك أنك تفكر بالطريقة اللي أنت عايزها، وأيضا في اللي يعجبك. مفيش حد يقدر يوجه أفكارك، أفكارك تحت سيطرتك أنت وحدك. إرشاد التحدث مع الذات للاتجاه السليم ممكن ببساطة يعمل العجب ويحول حياتك إلى تجربة نجاح وسعادة. وفي كتابهما تجرأ لتكسب قال جاك كينفيلد ومارك فينسن هانسون: نحن جميعا متساويين في أننا نملك 18 مليون خلية عقلية، كل ما يلزمهم هو التوجيه. قبل ما أديلك الخطة اللي يمكنك بيها تغيير نداء داخلي سلبي إلى آخر إيجابي ذو فعالية، خليني أقولك إزاي العقل الحاضر والعقل الباطن بيشتغل. اعتبر أن العقل الحاضر هو معد برامج الكمبيوتر، وأن العقل الباطن هو الكمبيوتر نفسه. معد البرامج بيجمع المعلومات من الخارج ويغذي بها الكمبيوتر. مثلا لو معد البرامج بيغذي الكمبيوتر برسائل التريقة برنامجه: أنا خجول، أنا ما أقدرش بطل تدخين، أنا حاسس بضيق النهاردة، أنا عصب المزاج، أنا ما أقدرش على الألعاب الرياضية، ويدخل البرنامج ده في الكمبيوتر، إيه اللي حيظهر على شاشة الكمبيوتر بالظبط؟ أنا خجول وما أقدرش بطل تدخين إلى آخره، صح؟ وظيفة العقل الحاضر هو تجميع المعلومات ويغذي بيها العقل الباطن الذي لا يعقل الأشياء، فهو ببساطة يخزن المعلومات ويكررها فيما بعد، لا أكتر ولا أقل. لو حصل إن رسالة اتبرمجت لمدة طويلة والمرات عديدة، هترسخ وتستقر في مستوى عميق من العقل الباطن، مفيش حاجة تقدر تغيرها، ولكن يمكنك أن تبدلها ببرمجة أخرى سليمة. دلوقتي خليني أطلب منك حاجة: ما تفكرش في كلب أبيض، هل ممكن تعمل كده؟ ما تفكرش في كلب أبيض، هل ممكن تعمل كده؟ طب ما تفكرش في حصان أسود، هل ممكن تعمل كده؟ طبعا لا، أنت غالبا فكرت في كلب أبيض معين أو حصان أسود معين. تعال نشوف حصل إيه. عقلك الباطن لغى كلمة ما تفكرش واحتفظ بعبارة كلب أبيض أو حصان أسود، صح؟ نفس الشيء بيحصل لما حد يسألك عن أحوالك وترد وتقول له مش بطال. العقل الباطن بيلغي كلمة مش وبيحتفظ بكلمة بطال. عشان كده لو سألت حد عن أحواله ورد وقال لك مش بطال، قل له أتمنى لك حظ سعيد. العقل الباطن بيحتفظ فقط بالرسائل الإيجابية التي تدل على الوقت الحاضر، بعكس أنك لو قلت لنفسك أنا هكون كويس، رسالتك مش هتكون لها تأثير. يجب أن تكون رسالتك في الحاضر وليست فيما بعد. أدي لك أمثلة لبعض الرسائل الإيجابية الفعالة: أنا قوي، أنا سعيد، أنا هادي الأعصاب، أنا عندي ذاكرة قوية. ودلوقت هدي لك خمس قواعد لبرمجة عقلك الباطن. 1، يجب أن تكون رسالتك واضحة ومحددة. 2، يجب أن تكون رسالتك إيجابية. 3، يجب أن تدل رسالتك على الوقت الحاضر. 4، يجب أن يصاحب رسالتك إحساس قوي بمضمونها علشان العقل الباطن يقبلها ويبرمجها. يعني ما تقولش أنا قوي من غير ما تكون مؤمن بكده بكل أحاسيسك. 5، يجب أن تكرر الرسالة عدة مرات إلى أن تتبرمج تماما. أعتقد أن دلوقتي عندك ما يكفيك من المعلومات عن التحدث مع الذات أو القاتل الصامت. والآن أدي خطتك علشان يكون تحدثك مع الذات ذو قوة إيجابية. 1، دون على الأقل 5 رسائل ذاتية سلبية كان لها تأثير عليك. مثلا: أنا إنسان خجول، أنا ما أقدرش أبطل تدخين، أنا ذاكرتي ضعيفة، أنا ما أقدرش أتكلم أمام الجمهور، أنا عصب المزاج. الآن قطع الورقة دي وارميها بعيد. 2، دون 5 رسائل ذاتية إيجابية تعطيك قوة، وابدأ دايما بكلمة أنا. مثلا: أنا أقدر أبطل التدخين، أنا بحب أتكلم مع الناس، أنا ذاكرتي قوية، أنا إنسان ممتاز،
أنا نشيط وأتمتع بطاقة عالية. ثلاثة، دون رسالاتك الإيجابية في مفكرة صغيرة واحتفظ بيها دايما معاك. أربعة، دلوقتي خد نفس عميق واقرأ الرسالات واحدة ورا التانية لغاية ما تراهم كلهم. خمسة، ابدأ تاني بأول واحدة، خد نفس عميق واطرد أي توتر داخل جسمك. اقرأ الرسالة الأولى 10 مرات بإحساس قوي. غمض عينيك وتخيل نفسك بشكلك الجديد. افتح عينيك ابتداء من اليوم. احذر ايه اللي بتقوله لنفسك.